أعزائي المشاهدين، تحية طيبة، ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي مختطفات. الخبر الأول عن جريدة السياسة الكويتية بقلم السيد داود البصري تحت عنوان انتفاضة الشعب العربي في الأحواز ستتحول لثورة شعبية عارمة. جاء فيه: قد بات واضحا بعد 85 عاما من سياسة الاستيطان الفارسي العنصري، وبعد قوافل طويلة وكريمة من الشهداء الذين سقوا أرض الأحواز العربية بدمائهم الطاهرة، بأن طريق الحرية والاستقلال وانتزاع حق تقرير المصير هو السبيل الوحيد والأوحد للشعب العربي في الأحواز. واستمر الكاتب عن المسيرة التي انطلقت والوعي المتزايد لدى الشعب العربي الأحوازي لنيل حقه الشرعي قائلاً: إن حملات الغمع الممنهج وسياسات الإعدام الشامل وملاحقة الأحرار وحملات الاستيطان ومحاولات تغيير الهوية الديمغرافية وحتى الطبيعية للأحواز جميعها ممارسات عدوانية وعنصرية شاذة اعتمدها النظام العنصري في طهران في التعامل اليومي والمباشر مع انتفاضة الشعب العربي هناك، وهي في طريقها الحتمي لتتحول لثورة شعبية عارمة ستطيح نهائيا بالنظام الإرهابي في طهران. وحول تخلي بعض من الدول العربية عن القضية الأهوازية، يقول الكاتب: إن عناصر القوة الحقيقية التي تصب في خدمة الأمن القومي العربي لم تستغل أبداً، رغم أن في التعامل الإيجابي العربي مع ملف الثورة الأهوازية إيجابيات هائلة واستراتيجية تتمثل أساساً في تحجيم الخطر الإيراني وإيقاف منبع مهم من منابع الإرهاب وتصدير الفوضى، فيما تخلت أنظمة ثورية عربية تدعي الثورية والتقدمية عن الإقليم وتناست كل شعاراتها القومية والوحدوية، مثل النظام البعثي السوري المتواطئ مع قوات النظام الإيراني استخبارياً وميدانياً. وفي النهاية يؤكد الكاتب: تلك هي الحقيقة التي ستطيح بأساطين الدجل والعنصرية والإرهاب، وستغير من معادلات إدارة الصراع الإقليمي المحتدم بدماء الأحوازيين الحرة، سيفرض الحق منطقة. أما الخبر الثاني فهو من جريدة عالم اليوم، حيث نشرت هذه الجريدة مقتطفات من كتاب تريتا فارسي أحد أعضاء اللوب الفارسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان التحالف الغادر، الذي تحدث عن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية مستشهدا ب 1300 من مقابلات جرت بين المسؤولين الإيرانيين وإسرائيليين وأمريكيين خلال السنوات الماضية. ويقول الكاتب في هذا الكتاب: إن إيران وإسرائيل ليستا في صراع أيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل. ويكشف إن الكثير من التعاملات الإيرانية الإسرائيلية السرية التي تجري خلف الكواليس والتي لم يتم الكشف عنها كانت تؤكد هذه المقولة، كما يؤكد في سياقه التحليلي على أن إيران وإسرائيل لم تطبق خطاباتهما النارية، فالخطابات في واد والتصرفات في واد آخر. كما يقول الكاتب: إننا إذا ما تجاوزنا القشور السطحية التي تظهر من خلال المهاترات والتراشقات الإعلامية والدعائية بين إيران وإسرائيل، فإننا سنرى تشابها مثيرا بين الدولتين في العديد من المحاور، بحيث إننا سنجد أن ما يجمع إسرائيل والنظام الإيراني أكبر بكثير مما يفرقهما، فكلتا الدولتان تميلان إلى تقديم نفسيهما على أنهما متفوقتان على جيرانهما العرب، إذ ينظر الإيرانيون الفرس على أن جيرانهم العرب أقل منهم شأنا من الناحية الثقافية والتاريخية. في المقابل يرى الإسرائيليون أنهم متفوقون على العرب بدليل أنهم انتصروا عليهم في حروب كثيرة. ويشير الكاتب إلى أننا إذا ما أمعنا النظر في الوضع الجيوسياسي الذي تعيشه كل من إيران وإسرائيل ضمن المحيط العربي، فسنلاحظ أنهما تلتقيان أيضا حاليا في نظرية اللا سلم واللا حرب. الأهم من هذا كله أن الطرفين يعتقدان أنهما منفصلان عن المنطقة ثقافيا وسياسيا. ويشير الكاتب إلى أنه حتى ضمن الدائرة الإسلامية فإن إيران اختارت أن تميز نفسها عن المحيط الإسلامي السائد. وخلاصة القول إن الكاتب يعتقد إن الجانبين بينهما مصلحة مشتركة ويتم التعامل بينهما وفق تلك المصلحة، لأن المثل يقول: عدو عدوي صديق. أعزائي المشاهدين، نترككم الآن مع صور من كاريكاتير لهذا الأسبوع، وإلى دقائق أخرى.
ناصر بولیدی با ما یکی میلی فرستاد. ناصر خودش سخنگوی حزب مردم بلوچستان که از احزاب سکولار قومیه. ایشون ایمیلی فرستاده بودن که یک گروهی از افراد ناتو میخوان با شما ملاقات بکنن و همکاری بکنن، صحبت بکنن، اگر شما میخواید ما میتونیم بین شما و گروه ناتو رابط بشیم. بعد از چند روزی با همین مضمون یک پیامی آقای یاسین اهوازی فرستاده بود. یاسین اهوازی یکی از اعضای حزب خلق عرب الاهوازه. به یاسین جواب مثبت دادن و گفتن که کجا قرار ملاقات ترتیب داده بشه. اونا نظرشون بر این بود که در کشور مغرب ملاقات بشه. بعد از اون دیگه برای ما ویزا فرستاد آقای یاسین و ما بلیط گرفتیم از شهر کراچی. زمانی که اونجا رسیدیم یاسین اهوازی اومده بود دنبال ما داخل فرودگاه. رفتیم داخل هتلی به نام هتل الحیات بود، اونجا مستقر شدیم. چند ساعتی بعد یاسین اهوازی اومد دنبال ما و گفت که باید بریم برای ملاقات و گفتگوها. یکی از خواسته های اساسی که مطرح کردن با دلایل و توضیحات این بود که شما عملیات های خودتون از بلوچستان یا تو منطقه های مرزی که انجام میدید بهتر اینه که این عملیات ها را به مرکز منتقل بدید. این هم به نفع ماست و هم به نفع شماست. دیگه بعد از 2 ماه دوباره آقای یاسین اهوازی ایمیل فرستاد و مجددا در ماه جون درخواست دادن که اینا میخوان ملاقات بکنن و اصرار داشتن که شما به اینا بگید که منم در ملاقات باشم، یعنی در این سفر باشم. که بعد ما با همون طریق رابطی که در سفر اول درست شده بود اینا ایمیل فرستادن و ویزا گرفتیم و از همون طریق قبلی رفتیم به کشور مغرب. گفتن که ما افرادی را اسامیشون رو میدیم، آدرس های خونه هاشون رو میدیم، عکسشون رو، همه چیزاشون رو میدیم و حتی ابزارهای عملیاتی هم در اختیار شما تو همون شهرها قرار میدیم. اینها را در اختیارتون قرار میدیم و شما فقط عملیات اجرا بکنید و در قبال این که هر یکی از این عملیات ها همه انجام بگیره ما پول هنگفت و بزرگی به شما میدیم، جدا از اون پولی که در رابطه با همکاری ها و غیر و ذالک میکنیم، جدا از اون برای هر شخص یک مبلغ تعیین شده و این مبلغ به شما میرسه. با سلام به بینندگان عزیز و محترم، روز دوشنبه 22 ماه می تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به رژیم تهران با پخش 3 فصل سناریوی اعترافات عبدالمالک ریگی رهبر جندالله